بس لا يطيل التأثر. هو الآن أتوقع في شريطة أخذ له مسار آخر، ولو أنه قريب من الفنان محمد عبده، لكن تعلم من محمد عبده الشيء الكثير. صحيح. هذا شيء جميل. نعم. شيء جميل أنه يبدأ الإنسان يتأثر بفنان له حضور وله يعني وفي مكانة. صحيح. محمد عبده، فشيء جميل جدا، بس هو لا يطيل هذا التأثر. نعم. كيف شايف أثناء متابعتك للأغنية العمانية أبو علي؟ والله أنا قد قلت يعني مش مقابلة وكذا، أنه هي تتطور سريعا، في تطور سريع فيها. نعم. لأنه أنا لما جيت قبل 6 سنوات ما شفت في غير صوتين يعني مش في إيش اللي ينقص أبو علي؟ إيش ينقص الفنان العماني؟ أنا بقول أنه الأغنية العمانية هو ينقصها الاهتمام بتراث عمان. إذا كان هناك كما علمت أنا هناك مش كما علمت أني، وهذا قدو واضح وظاهر. صحيح. للعيان وجود وزارة للتراث. نعم. للتراث. نعم. وللتراث والثقافة، تراث القوم والثقافة. نعم. نعم. ودولة كدولة عمان جلالة السلطان جعل التراث له الأسبقية على الثقافة، اهتمام. نعم. خاص. نعم. بالتراث. نعم. صحيح. إذا لابد أن يكون هناك في تراث غنائي. بالضبط. أين التراث الغنائي هذا؟ هذا الذي نريد نحن أن نسمعه. محتاج حد ينقب عنه. إيه طبعاً. يعني يمكن في محاولات، لكن احنا طماعين للاكثر. وزارة للتراث، اذا هناك ايضا تراث غنائي. نعم. التراث الغنائي هذا يجب ان يبرز، يجب ان يخرج الى الناس. نعم. اين هو هذا؟ هذا هو السؤال، انا ما اقدرش اجيب عليه. اذا هذا الان دور الفنان العماني، الملحن العماني، الناس المتخصصة في المجال الفني. ما في شك. ان يبحثوا في التراث الغنائي العماني. ايوه. نعم. نعم. ما في شك. يعني مثل ما ذكرت انا، ويمكن هذا يعرفوه. هذه محاولة من المحاولات. دائما نحن في اليمن نبرز التراث اليمني. نعم. وكان له انتشار في ساحة. نعم. في ساحة الخليج والجزيرة العربية. صحيح. واستفادوا من هذا التراث البعض. نعم. وهذا وأنا قلت في كثير من اللقاءات والمقابلات. نعم. بأنه هذا تراث عربي. نعم. سواء كان موجودا في اليمن او موجود في عمان او موجود في اي دولة اخرى. اي دولة. نعم. عربية. نعم. نعم. هو تراث العرب. صحيح. جميعا. احنا بنرجع لهذا الموضوع معنا سيد خالد بن حمد. سيد خالد مساء الخير. مساء النور، الان صباح الخير. اهلا ومرحبا فيك. كيفك يا ابو حمد؟ استاذ اهلا. يا اهلا بكم، وانا سعيد جدا بتواجد الفنان القدير الاستاذ مرشد ناجي. اهلا وسهلا في ربوع السلطنة، وحياك الله استاذ محمد. اهلا وسهلا بك يا اخي. شكرا يا استاذ. ما ادري صراحه، اعتقد اللي اتصلوا واللي التقيتوا معهم يمكن سبقوا وفوا وكفوا مثل ما يقولوا. نعم. بس نحن كنا نترقب هذه الزياره من زمان استاذ محمد، ما اعرف يبدو انك مقل التواجد على الساحه الفنيه. وربما انا مقل يا سيدي، قد قلت ان انا مقل. ولكن انا هذا المقل هو اكثر حضورا في الجزيره العربيه والخليج. نعم. الحمد لله. نعم. اكيد. الله. طبعا اعمالك ما شاء الله متواصله من زمان، ونحن نسمعها، سواء بصوتك او بصوت عدد من الفنانين في الجزيره العربيه. الله يسلمك وعافيك. واتمنى ان شاء الله رب يعطيك دوام الصحه والعافيه وطولة العمر، لي تتحفنا بمزيد من هذه الالوان اللي يمكن احنا صرنا نفتقدها الان في 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 الاغنيه العربيه في الساحه. الاغنيه العربيه في الفتره الاخيره اتسمت بطابع. أيوة. شويه جديده، واقدر اقول دخيل يمكن في كثير من الاحيان على هويتنا الحقيقه. أيوة. وانا ما مع انا اقول والله اغنيه يمنيه واغنيه عمانيه واغنيه كذا، اعتقد فنون الجزيره العربيه كلها. أي نعم. متقاربه متداخله. صحيح. ونحن تمسكنا بهويتنا اعتقد هو مصدر نجاحنا اتصور. أيوة. فاعتقد انك تمثل لنا قدوة ويعني مثل يحتذى كملحنين وكناس مهتمين ومتذوقين ومتابعين للفن. انك
تمسكت بهذا اللون العريق في الغناء. الله يسلمك ويعافيك، شكرا، اكرمكم الله. سيد خالد، يعني يمكن ابو علي قبل شوية كان له مداخله بسيطه وعتب على الملحنين العمانيين او على المهتمين، وانقل عتابه ان الملحن او الفنان العماني بعيد عن التراث الغنائي العماني. نعم، ما ادري ايش رايك سيد خالد. والله انا اتصور كلام الاستاذ محمد طبعا صحيح الى حد ما، ربما يمكن ما في كل الاحيان، ولكن اتصور انه الفنان عندنا في عمان يعني مر بمرحله من يعني انه اصطدم بفنون كثيره حوله في 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 وقت يعني ازدهرت فيه الفضائيات والقنوات والاشكال الغنائيه الحديثه. نعم. فبالتالي يعني يمكن ساعه وراء الشهره او ساعه وراء الانتشار اكثر من انه ما ساعه وراء يعني التمسك بفنون الجزيره العربيه. لكن اتصور انه يعني مع الموجة يعني يمكن هذا بالضبط يعني، وهذا الحقيقه شيء يعني يمكن ما بس عندنا يعني شيء في كل اقطار المنطقه. لكن اعتقد نرجع ونقول انه مهما غنى الفنان العماني من اغاني حديثه او اغاني ذات صبغه يعني جديده يظل يعني أو سنظل نشم فيه روح الأرض وروح التراث الغنائي القديم في المنطقة. صح. لأنه مهما نحن حاولنا أن نبعد عن هويتنا الغنائية والموسيقية أعتقد هذا من الصعب، لأنه ستظل يعني اللمسة الأصيلة واللمسة العريقة اللي تتميز فيها أو الحس التراث الجزيرة العربية موجود. نعم. أنا أتصور أنه فقط المسألة محتاجة إلى يعني شيء من الوعي، محتاجين نحن في السلطنة وفي دول المنطقة كلها إلى معاهد فنية متخصصة يشرف عليها يعني ناس يعني درسوا الموسيقى من هذه المنطقة نفسها. نعم نعم. مع كل الاحترام والتقدير لكل الثقافات الموسيقية الأخرى في الوطن العربي، لكن أنا أعتقد أنه إذا تواجدت لدينا معاهد متخصصة تدرس شبابنا يعني أصول الغناء في المنطقة، الأشكال الإيقاعية، الأشكال الغنائية اللي تزخر فيها منطقتنا في الجزيرة العربية، سنستطيع أن نحقق التواصل بين الأمس واليوم، وسنستطيع أن نخلق يعني فنانين يعني مترسخة في أذهانهم البعد الثقافي الموسيقي العريق اللي بتميز فيه. نعم. أعتقد هذه مشكلة ليست فقط عندنا، مشكلة يعني متواجدة في اليمن وفي دول الخليج وفي الدول العربية. يعني هناك معهد يمكن الوحيد في المنطقة العربية اللي مشهور هو معهد الموسيقى العربية في مصر. نعم. اللي استطاع أن يعني يخرج أسماء كبيرة في مجال الغناء واللحن، ولكن يبقى هذا المعهد. نعم. يعني معهدا يمكن للموسيقى المصرية أكثر من الموسيقى العربية، وهذا الكلام يمكن أنا أكرر مقولة. نعم. لصديقي الأستاذ أحمد فتحي وهو من اليمن. نعم. الفنان الذي يعني كنا نتحدث في أكثر عن مناسبة، وفعلا يعني نقول أنه ما يطلق على معهد الموسيقى العربية يمكن تسمية شوية يعني غير دقيقة، لأنه فعلا لا يدرس يعني فنون الموسيقى في مختلف أو التراث الموسيقي من مختلف الأقطار العربية. أنا أعتقد لو أن وجدت لدينا مؤسسات فنية يعني متخصصة ندرس فيها أو يدرس فيها شبابنا يعني أصول الغناء والموسيقى من منطقتنا، لا أصبحت أغنيتنا يعني تأخذ طابع مختلف. صحيح أنا أقول يعني لابد أن نتطور، لابد أن ندخل أنماط جديدة، لابد أن ننفتح موسيقيا مثل ما يعني مثل ما هو حاصل في كثير من المجالات، لكن بوجود العلم ووجود يعني الدراسة السليمة أتصور أنه يعني هذا راح يحافظ على تراثنا الموسيقي بشكل. هذا اللي نتمناه سيد خالد، وإن شاء الله يعني دائما من تطور إلى تطور. شكرا جزيلا لك سيد خالد بن حمد. شيء جميل يا أستاذ، شكرا لك. شكرا للسيد خالد. وعلى ذكر التقارب والتشابه بين اليمن ودول الخليج وأغنية
في الأخير تظل أغنية شبه الجزيرة. لك أغنية ظنان الشوق من الأغاني اللي إحنا ما سمعنا شيء على فكرة اليوم، يعني مر الوقت سريع أبو علي، باقي تقريبا أقل من حوالي 6-7 دقائق. ظنان الشوق غناها أيضا الفنان الكبير الفنان العربي محمد عبده. أي نعم أيوة، لأنه الحديث جيد الله يسلمك، ونحن عالقنا يعني بعض المواضيع مواضيع الساعة. فإيش رأيك نسمع ظنان الشوق كذا بصوتك الجميل يا أبو علي؟ هو في الحقيقة أنه ما يعني يمكن أنا ما بقدرش أجيد الأغنية أكثر من الأستاذ محمد عبده، وهو متفوق في هذه الحاجة، متفوق في أداء الأغنية. نعم هذه نعم. بالذات كان متفوق جدا، لكن إذا كان هذا هو طلب منكم ممكن نعم. نسمع شيء منها. نسمع شيء منها. سفيان وعمار جاهزين؟